الدكتور مدحت شمس الدين، استشاري أنف وأذن وأستاذ في جامعة ويل كورنيل الأمريكية. أنا تخصصي في اضطرابات النوم والشخير والاختناقات اللي بتصيب المريض وهو نايم. أهم حاجة بعض النصايح أحب أوجهها للمريض اللي عنده شخير. الشخير في حد ذاته مش مشكلة رئيسية، لأن أي إنسان معرض للشخير ربع ساعة أو نص ساعة في اليوم أو يوم بعد يوم. المشكلة الرئيسية لو الشخير ده وصل المريض لحالة من الاختناق أثناء النوم ويقوم حاسس إن هو مش عارف ياخد نفسه. في الحالة دي احنا لازم ناخد الأمور بجدية شوية، علشان الاختناقات دي قد تؤدي لبعض أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وغيره، فلابد ناخدها بجدية. بيجي لنا المريض بنحاول نفحصه ونعمل له بعض المناظير، وربما نلجأ لمختبر النوم نعمل له اختبارات نوم وهو نايم. بنديله جهاز وبيوصل الأسلاك والوايرات، بحيث تاني يوم بعد ما يخلص بناخد تشيب من الجهاز بنحطها في الكمبيوتر ونحلل ايه اللي حصل طول الليل، من ارتفاع في ضغط الدم لنسبة الأكسجين للنبض للشخير لتدقف التنفس. كل ده بيساعدنا لاتخاذ قرار في طريقة علاج المريض. في الغالب المريض لو بنديله بعض النصايح، لو ينزل الوزن شوية، لو يغير أسلوب الحياة واللايف ستايل ويتريض، وفي بعض الإرشادات خاصة بالنوم، ويعني دايما ننصح بعدم النوم على ظهرك، يعني حاول دايما النوم يبقى على اليمين أو على الشمال، وبعد العشاء بفترة معينة يعني مش أقل من 3 ساعات إذا كنت واخد على إنك تتعشى. كمان التهابات المعدة وحامض ارتجاع المعدة، كل ده ممكن يؤدي لمشاكل أثناء النوم. في بعض المرضى بيحتاجوا لجراحات، والجراحات بتبدأ يا إما في الأنف إذا كان فيه انسداد في الأنف في الحاجز الأنفي، أو لحميات في الأنف، أو حاجات في الجيوب الأنفية، أو بننزل على البلعوم وسقف الحلق واللهاة واللوزتين. أنا الحقيقة آخر حاجة دلوقتي بشتغل عليها بالروبوتك الجراحي، والحمد لله يمكن من أوائل الناس اللي بدأوا في الشرق الأوسط بيشتغلوا بالروبوت على قاعدة اللسان وعلى المشاكل اللي بتكون في لسان المزمار لو كانوا هم الأسباب اللي بتؤدي لعملية الاختناق أثناء النوم. أحب أطمن المرضى إن عملية الشخير بنسميه simple snorer، يعني مفيش منها مشاكل. كل المشاكل بتصدر لو ابتدى يختنق وما ينامش كويس، ويوم الصبح تعبان عنده صداع، البرفورمانس بتاعه في الشغل حاسس ان هو كسلان مجهد، هنا لازم يدور على دكتور متخصص في اضطرابات النوم علشان نعمل له الفحوصات ونديله العلاج اللي يناسبه. شكرا، السلام عليكم.